عشان الجزئية دي دايما بيحصل فيها خلط. أنا سؤالي بسيط، إمتى يكون ملف حقوق الإنسان وسيلة للتدخل الأجنبي، وإمتى يكون فعلا حماية لحقوق الإنسان؟ أنا بس إيه الفرق؟ ده سؤال لي. بسيط، ده أصعب سؤال. بس ده هياخدنا هنبسطه طبعا. أنا بس عايز أبدأ إنه الآلية اللي تم رصدها من البرلمان العربي حسب الإعلان يوم 24 فبراير عن طريق رئيس البرلمان عادل ابن عبد الرحمن العسومي اللي استحدث آلية مهمة جدا، هي آلية عربية إقليمية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية. والحقيقة إحنا كنا بنفتقد الآلية الإقليمية، في عندنا آلية محلية منظمات لو على سبيل المثال مصر، منظمات المحلية، وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان وحلقة الوصل الإدارية ما بين المفوضية السامية والمجلس الدولي وبين الدولة المصرية، لكن كنا نحتاج إلى آلية إقليمية. وميزتها الحقيقة إن هي هتتابع الآلية هي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية طبقا للمواثيق والضوابط الدولية، وعلى رأسها طبعا الإعلان العام لحقوق الإنسان في 1948 10 ديسمبر، والهدف منه هو متابعة أوضاع حقوق الإنسان ورصد التحسينات التي حدثت، وأيضا إذا كان في تجاوزات وانتهاكات. والهدف هنا هو إن أنا أقدر إن أنا أدي توصية فنية عشان أقدر إن أنا أحل مشكلة معينة. أنا دايما بقول إن أوضاع حقوق الإنسان في 75% من الدول الأعضاء، ال 193 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان هم عندهم مشاكل، طبعا حسب الوضع الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي دائما معظم الدول الأعضاء فيها مشاكل. فكرة التجاوزات والانتهاكات دي موجودة في كل دول العالم، لكن النهاردة الآلية دي هتكون عملية، تعمل عملية رصد مهمة جدا وتقدم الدعم الفني عشان تنقل الكلام بقى للآلية الدولية. يبقى احنا كان في حلقة مفقودة، الآلية الإقليمية دي اللي هتكون حلقة الوصل ما بين المحلي وما بين الدولي. أنا شايف كمان هل الآلية دي ممكن توقف فكرة إنه احنا عندنا يا جماعة ما هم رجعية وبنراجع نفسنا كدول عربية، بدل ما أنت تيجي ترجع لي أو تفرض عليا أو تقعد تقول لي هنا في كذا وهنا في كذا، فيبقى في آلية مراجعة قبل؟ ده سؤال مهم. أول حاجة انت كدوله مثلا الدوله المصريه مش هتتكلم عن نفسها، خلاص هيبقى في اليه اقليميه هي اللي بتتكلم. وفي نفس الوقت مش هدي المساحه لمنظمات زي هيومن رايتس ووتش وامنستي التي تسيس ملف حقوق الانسان ولها صبغه سياسيه ان تتحدث عن اوضاع حقوق الانسان في مصر. يبقى هنا هذه الاليه حلت اشكاليه كبيره جدا ان احنا نقدر نكون في النص ونقدر نوصل الحقيقه. خليني اقول لحضرتك انه التوقيت مهم جدا. بس معلش الاليه برضو دي ايه؟ يعني هيبقى في منظمه مثلا؟ هقول لحضرتك هتبقى المحكمه العربيه لحقوق الانسان اللي الوضع هيبقى كالاتي. النهارده عشان تقدر انت تتحرك هتحتاج ان تستعين بالمنظمات المحليه، مراقبين وراصدين لاوضاع حقوق الانسان. ليه؟ احنا بنقول ان 75-80% من آلية الرصد المجلس الدولي لحقوق الانسان هي التقارير التي تصدر عن المنظمات، منظمات الدوليه والمحليه. وبالتالي انت هتستحدث نفس الآليه، يكون عندك منظمات محليه تشتغل معاها تديك هذه التقارير عشان تقدر ان انت تفندها بشكل كبير جدا وتعرضها على المجلس الدولي. بدون يعني دايما في بعض المرصد قبل كده في بعض الآليات خرجت عندما لم تستعين واغلقت على نفسها ولم تستعين بالمنظمات المحليه في كل دوله فقدت كثير ولم تستطيع ان هي تقدم المردود المطلوب. اللي حضرتك بتقوله ده عنوان لحاجه مهمه جدا، انه المنظمات اللي بتشتغل في حقوق الانسان هي صديقه مش عدو، لانه بعض الدول تقلق جدا من عمل هذه المنظمات. فالمنظمات اللي بتشتغل في حقوق الانسان هي بالعكس هي بتدعم جدا يعني العمل الحقوقي بشكل عام، لان هي عندها كمان المعايير. وفي نفس الوقت ازاي اعرف اميز نزاهه هذه المنظمات؟ لان حضرتك قلت كمان تحديدا في منظمات تسيس وسهل انها يتم يبقى في خلط، ازاي اميز؟ خليني اقول لحضرتك انه دايما الاحداث السياسيه الكبيره على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي بتظهر منظمات الدوليه التي تسيس ملف حقوق الانسان، وهذه المنظمات هي معروفه جدا لان هي حولت ساحه المجلس الدولي لساحه تلاسن سياسي. خلينا نقول انه في جزء بيسيس، لكن في جزء من المنظمات احنا عشان نعرف عمل المنظمات ايه، هي منظمات تتابع اوضاع حقوق الانسان وترصد التجاوزات والسلبيات وتقدم دعم فني ومشور، هو ده الاساس. يعني انا مش بنتقدك، حلو نقطه الدعم الفني دي، هو انا مش بنتقدك عشان اروح اضغط عليك امسك عليك وتبقى ورقه ضغط سياسي داخل المجلس الدولي، لا انا بقدم لك الدعم الفني. وده اللي احنا بناخده على التقارير التي تصدر عن اوضاع حقوق الانسان في مصر من امنيستي ومن هيومن رايتس ووتش، ان هم دايما بيدور يتصيد الاخطاء عشان يهاجمك عشان يسيس ملف حقوق الانسان. فهنا هي دي الجزئيه اللي احنا بنحاول نشتغل عليها، ان احنا نحاول ندي مساحه للمنظمات الدولية المحترمة، المنظمات التي ليس لها توجه سياسي ان هي تكون موجودة، لان بهذا الشكل هنقدر نقطع الطريق على هذه المنظمات. للاسف الشديد هذه المنظمات لها حضور قوي في الخارج، تستطيع ان تستخدم الآليات الدولية واللغة الدولية بشكل جيد ولها حضور، وبتستطيع من وقت لآخر ان هي تمرر هذه التقارير. غياب الآلية الإقليمية
غياب المنظمات المحلية، غياب المجلس القومي مثلا، أنا بتكلم على الملف المصري لأن هو ظاهر بشكل كبير جدا في الفترة آخر 7 شهور أو 8 شهور، غياب كل هذه الأمور بيخلي هذا اللاعب يلعب لوحده في هذا الملعب ويتفرد له مساحة كبيرة جدا. يجب أن تفعل هذه الآليات عشان يقدر فيه، لأنه أنا دايما بقول أن لما تكون منظمات الدولية بتتكلم يجب أن ترد المنظمات، لما بيكون يعني دايما الدولة المصرية الدولة بترد بشكل كويس جدا من خلال الخارجية، لجنة حقوق الإنسان، الوفد المصري، الرد الرسمي على أعلى مستوى، لكن الرد غير الرسمي طالما اللي بيتكلم منظمات حقوقية يبقى لازم يبقى الرد. طب وهل حضرتك شايف قبل بقى ما ننقل تاني لدور البرلمان العربي، هل حضرتك شايف انه المفروض الدولة ما تردش والمنظمات الحقوقية هي اللي ترد؟ خليني اقول لحضرتك حاجة، هقول لحضرتك الرد بقى ازاي. النهارده لما يصدر عن الدول الأعضاء، احنا بنتكلم عن مجلس حقوق الإنسان، هي المنظمة الدولية الأكبر التي تتابع حقوق الإنسان في الدول 193. لما يصدر مثلا بيان من 31 دولة على سبيل المثال في الدورة 46 وترأست هذا البيان سفيرة فنلندا وأدانت الدولة المصرية والملف الحقوقي، هنا الرد يجب أن يأتي من وزارة الخارجية على طول قولا واحدا. لكن عندما يخرج من تقرير من هيومن رايتس واتش أو العفو الدولية، هنا يجب أن ترد المنظمات، والرد لازم يكون تفنيد، يعني رد فني. يعني ايه؟ يعني انا باخد البيان ده رد فني، عجباني النقطه دي، الرد الفني هنا ايه؟ رد الحقوق الفني ان انا ما اشجبش يبقى صوت عالي وان انا اقول وان دي مسيسه، لا هبدا اتكلم بشكل اقول مثلا المفردات الحقوقيه اللغويه مثلا 2018 بيستخدموا فكره التهجير القسري لاهالي شمال سيناء، هذا اعاده توطين نتيجه ان في تهديد للامن الوطني الامن القومي المصري والمواطنين ورجال الفازوا القانون، يعني هو كده بيلعب بالالفاظ. فانا بحلل فني، وحتى لو في تجاوز او انتهاك انا اذكره واقدم، اقول الدوله المصريه قدمت في هذا المجال وفي هذه الجزئيه، وابعت للسفراء والبعثات، واطلب كمان ان يتم ارسال تقرير بعده لغات لهذه المنظمه واطلب منهم الرد، ولو ما ردش انا بحسب الكلام ده عليه ان انت النهارده بتهاجم لمجرد الهجوم. بس عشان نكون محقين برضو، يعني انا عارف انه الدوله المصريه ملتزمه بان هي بتقدم مراجعات دوريه بالظبط، احنا في مجلس نوفمبر اللي فات العرض الدوري الشامل خضعت مصر وحصلت على إشادة من 111 دولة من 140 دولة قدموا دخلات، ودي نسبة عالية جدا، وتكلموا عن حقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة وقانون منظمات المجتمع المدني. الحقيقة أن التغير السياسي في نوفمبر الانتخابات الماضية غير كثير جدا جدا من ملف حقوق الإنسان. دايما ملف حقوق الإنسان دايما بنقول أنه حقوق الإنسان ولدت من رحم السياسة.